مقابلات إعلامية، المقابلة الأولى في ريكاب سبور مع حيدر على موزايكا فام، وكان كان له تصريح مثير للجدل ونحكي على تفاصيل اللي صارت معاه. قال إنه هو كانت كل الظروف ملائمة، البحر مراية، وحكي زيادة على حكاية النوم. خلينا نسمعه. وقتاش أول مرة ارتحت؟ والله ما ارتحت حتى القليبية، ما ارتحتش معناه. اي ما ارتحتش معناه. نحكيو على قداش دي معايا الكرينتي ونعوم انا راقد، تو حاجه ما فهموهاش، راني نعوم وانا راقد، نعوم وانا راقد. ووصلنا وقت فيقوني على خاطر حكايه الضباب وحكايه البابور تخلوا الماء. هذا اللي قالوا نجيب الهادي البارح، قال اللي هو يعوم وهو راقد، كما زاد حكي على لحيته، قال اللي هو حجم لحيته قبل ما يهبط للبحر، ومعروف انه اللحيه ما تطلعش في البحر، دونك للناس هذوما اللي شكوا فيه وقالوا كيفاش لحيته ما طلعتش مده 3 ايام. كيما حكي زاد على القروش، هل عرضوه قروش والا لا؟ خلينا نسمعوه. القرش موجود لكن ما ظهرش القرش. أي. فما القرش اللي يدور، فما كذا، البلاصه هذيك فيها القروش، لكن انا كي تعديت ما جاش على حالي. واش باش نقول له؟ قول له اي جاكوني، اي جاكوني يا قرش، ما جاش، اما موجود. هذا الكلام اللي قالوا بخصوص القروش، يقول انه كل شيء موثق وباش يبعثوا جينيس وبيعطاوه زاد الموافقه المبدئيه، وقال انه هو رافقوا باتوا فيه يملكوا شخص كانوا اختاروه بذمه باش يرافقوه باش يوثقوا اللي صار. تعليق التوينسا كانت هكا، عرضوا قرش، قالوا عمل هدي تعدى على روحك، وفما اللي كتب في اخر حلقه باش يطلع هو القرش، عمل هدي ما شاء الله عليك، ايش تجيب واش تجلب. وفما اللي كتب حتى القروش، قالوا اقسم بالله لا ريناه كي تعدى، واللي كتب ربي سيبوه الراجل خليه يعيش الحلم متاعه، راكم رشتوه ومعستوه. واللي كتب كان جاي عم الهيدي يحكي بالحق وبجد، كنا نجم نقدروه نحترموه، لكن علاش هكا يستخفل في التوينسة. ونوفى بالتعليق هذا، الحوت يحلف ويتكتف، قالك لا ريناه ولا تعدى من هنا جملة. احكي حاجة اخرين نجيب بالهيدي، يحكي مثلا كيفاش دزوا الكورينتي وردوا يمشي كي الحصان، هاو شنو قال؟ البحر كل مرايه ما فما حتى موجه، جات موات يا نهار الاول ونهار الثاني ونهار الثالث، ربي عطاه خير وجاب امواج قويه معايا دزني. زاد اول مره توقع الكومبينيزون ما بين البحوره كالم والبحوره الهايجين، ويتفاهموا مع بعضهم كوم ان سيمفوني، يستقبلوني ويحلوا لي الثنيه ونوصل حتى راني نلوح. نقول لكم نلوح في 6-7 كيلومتر في الساعه، كرينتي قوي. الكرينتي هذا اللي هبطت فيه كيفهم مدفع ما يعرفوهوش شنو هو الكرينتي هذا. هذا الكرينتي جاي من الجولف ستريم ويدخل معناها البحر الابيض المتوسط ويجي مضغوط في القناه الصقليه ويهبط قوي، اقوى 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 كرينتي، اقوى كرينتي حتى نتاع الموج. البحر تفاهم الكورون درا شنو مع الموج وحلوا ثنيه تقريبا في سيدنا موسى، معناها صارت مع نفس المعجزه نتاع سيدنا موسى. شنو ليه اخي ليه باش تحل المواضيع الكل؟ شنو ليه؟ نزيدك فزخره بزيد تقتنع. احكي له على اللحيه، اعطى تفسير العلمي زاد على اللحيه تفاصيل. نعلمكم اللحيه ما تطلعش وقت الانسان يعمل مجهود، هذا راي يعني قاعدة من نزاع، النزاع هي اللي قالتها مش أنا، خاطر البدن يخدم وما يجمش ينتج كالعادة. دكتور والمنظمة العالمية هي اللي قالت لي الشيء هذايا، وأنا حجمت لحيتي قبل ما نخرج فهمتني، قبل ما نخرج وخليتها وما طلعتش اللحية ما تطلعش. البحث عملته نزا، حاولنا نلقاه وما لقيناش الحقيقة البحث اللي يتعب ما يتلعلوش اللحية. وآخر حاجة كيفاش كان الريتم متاعه، قداش يعوم وقداش يرتاح؟ أنا وقت خرجت 9 متاع الليل فهمتي، وبديت نعوم معناها حليت عينيا نلقى روحي في بورت قليبيا، خاطر فما الركان هذاك. علاش الركان؟ دونك أنا معناها مهدد، آمر السباق عمل ساعتين نعوم، ساعتين باش ينقص من الاكسبوزيسيون للركان. هذا هو كل حاجه فيها ترتيبه. انت ركان موجود بلاصه تخليه قداش ارتاحه بين النهار؟ الساعتين حتى الاخرين نطلع في البابور. اسمعني، نطلع في البابور ونقعد نستنى حتى لين يجي الفجر باش يشوف ويشرب دواء. يقعد في البابور يستنى حتى يجي الفجر، يعوم ساعتين برك في الليل. وقت اللي مع في الركاب مع حيدر قال نعوم وانا ركب
يبدو انه عمل نهار بالنهار، نهار يعوم في الليل نهار يطلع يرتاح في البابور. هيا بورهان شبيك تفضل اعطيني تحليل يا اخي، بوكس نيوز تحلل الاخبار الكل، اعطيني رايك، اعطيني في المعجزه هذيا. ومن بعد بشحال سرتو انفلاق البحر معناها.